امس بدينا البث صار في شوي بعد الصلاه طبعا صلينا وصار في شوي عقله وسعد حرقوا شوي من الدجاج واكلناه لله الحمد. بعدها يطلع ممكن في فقره اللوحه هجت بنا في فقره الام في فقره الام بكينا شوي. وبعدها جاء عم سليمان تداولنا حطيناها يعني هو المقهى حلو ترى. وثاني حاجة جبنا العيد لعبنا في الأثاث في طيح من الكاميرات نطلع برايم بيجي أبو كاتم بيخصم منه يطلع منه المختصر العنيف. طيب الله فالك ليش الكشخ اليوم؟ والله ينكش عشان اليوم بعد الجمعة سبت. الجمعة ما يتكشخون بعد الجمعة يتكشخون. لا تكشخنا أمس الجمعة وفلينا وانبسطنا كذا لكن اليوم الله يجيب. صدق كشخين ليش؟ ترى برايم ها؟ أي واحد برايم يعني برايم مو بأوليت ركز بالله ها فرق يعني. إحنا إن شاء الله بنشيت في البرايم. أبشركم لقيت واحد مكاشخ الحمد لله. لا الحمد لله بشر. الشباب يحسبونه. الحمد لله بشر. الله يحييك. ابشركم لقيت واحد. حياك الله. الله يحييك ويسعدك يا رب. وش تقول بخروج عبد العزيز؟ والله اقول انه رجل مبدع وعلى علم ودين، نسأل الله ان يحفظه وان يبارك فيه، وخروجه ليس بتقصيره انما بقضاء الله سبحانه وتعالى. هو قدم وبذل الاسباب وكان والله دائما في خدمتنا والله، لأنه رجل سيد القوم خادم الله. هو جزاه الله خير كان يساعدنا ولا يبخل علينا، وكان دائما يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر، وكان دائما على خير حال الله. أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه، وهو دائما صديقنا بإذن الله. سلم الأمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهي حتى ما هي ضراء، بالعكس على أن أكون وصلت اليوم هذا فهي يعني فهو شيء عظيم يعني. ويعني انا ما حلمت يوم اني اجي هنا هذا المكان وهذا، لكن الحمد لله الحمد لله اخيرا ان شاء الله خير. وهذا نجاح بالنسبه لي شخصيا، المؤمن امره كله خير. اي فانا اقول لك هذا بالنسبه لي شخصيا انا اشوف هذا اعظم نجاح والله اني جيت هنا ووصلت لهذا اليوم وشكرا. والجائزه اللي بياخذها الله يوفقه ويسعده وكل الشباب الله يوفقهم ويسعدهم. يا رب الله يوفقك يا عبد العزيز، وحزينين جدا بخروجك. الله يوفقك ويسلمك على غالي. شكرا. هلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ابو منصور يطول عمرك ويحفظك. الحمد لله على سلامة الجميع. طمنا اللهم لك الحمد العذر السموحة، والحمد لله على اللي قدره رب العالمين. جزاك الله خير يا رب، ما قصرت والله على وقفتكم، ما انسى والله جهودكم ووقفتكم معي. الله يحفظكم يا رب. صحتك اهم يا حبيبي، جعل والدك في الجنة. الله يوفقك يا رب.